اخر حاجه معايا، ودي كنا انفردنا فيها الاسبوع اللي فات، وكنا انفردنا برضو اتكلمنا على السوبر الافريقي ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري. ملعب القاهره 24 اهتم بتصريحات لباتريس موتسيبي رئيس الكاف اللي اتكلم فيها على هامش اجتماع اللجنه التنفيذيه في المغرب، واتسال على دور السوبر الافريقي، ايه نظام البطوله؟ هتنطلق امتى؟ في كلام على تغييرها؟ احنا هنا في برنامج الترند انفردنا الاسبوع اللي فات وقلنا السوبر ليج هيتغير اسمه، وحتى الاسم الجديد اللي قاله باتريس موتسيبي انها هتكون المسابقه اسمها الدوري الافريقي الممتاز برضه هيتغير اسمها، وهيبقى البطوله ليها اسم بيطلق من خلال اسم راعي، هيكون هو الراعي الرئيسي للبطوله عشان يتم تسويق البطوله بشكل جيد جدا. ولكن باتريس موتسيبي اكد اللي احنا قلناه لما قلنا ان السوبر ليج هيتغير الاسم وهيبقى اسمه الدوري الافريقي الممتاز، بس احنا كمان قلنا ان البطوله هيبقى ليها اسم راعي هو اللي هيطلق بيها هذه البطوله. الحاجه الثانيه، احنا هنا في برنامج الترند انفردنا الاسبوع اللي فات وقلنا ان ماتش الاهلي واتحاد العاصمه مش هيتلعب في شهر 8، وقلنا المباراه دي هتتاجل. الكلام اللي خرج من اللجنه التنفيذيه دون اعلان رسمي ان المباراه ممكن تتلعب في اول 9، وانا للمره الثانيه باكد لكم المباراه ممكن تتاجل تاني بنسبه كبيره، ممكن تتاجل تاني خلال الساعات الجايه او الحلقات اللي جايه. ممكن ننفرد بميعاد كاس السوبر الافريقي، وممكن ننفرد بمكان اقامه هذه المباراه ما بين الاهلي واتحاد العاصمه، ولكن الموعد النهائي لسه لم يتم الاتفاق عليه. هل هيتلعب في 9؟ هل هيترحل شويه؟ كل ده وارد، والتاجيل وارد تاني ان ممكن مباراه ما تتلعبش في اول 9. المكان فين؟ اتقال لي من بعض المصادر هيبقى مفاجاه، ده اللي اتقال لي بالظبط، بس فين؟ لسه لغايه دلوقتي مفيش استقرار رسمي. ايه هي المفاجاه؟ مش عارف، هل ممكن لو البطوله رجعت من تاني وتتلعب بنفس لائحه دوري الابطال دي مفاجاه؟ اتمنى تبقى مفاجاه سعيده ان المباراه تتلعب في استاد القاهره الدولي خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح للترند المحلي. والاتحاد الافريقي اعلن من خلال حساباته الرسميه عن افضل تشكيله مثاليه في كاس الامم تحت 23 سنه. التشكيله المثاليه فيها 4 لعيبه من مصر و3 لعيبه من المغرب، ودي النقطه اللي لفتت انتباهي. المغرب على فكره فازت بالبطوله، ولكن اللجنه الفنيه لما حبت تعمل افضل 11 وتشكيله مثاليه اختارت الاربعه او العدد الاكبر يكون من مصر. الرباعي مين؟ حمزه علاء حارس المرمى، حسام عبد المجيد المدافع، والجناح ابراهيم عادل، والمهاجم اسامه فيصل. هنيئا لهذا المنتخب على هذا الانجاز الكبير. طب حساب اتحاد الكوره اهتم بنقل تصريحات ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي اللي اتكلم على خساره منتخبنا المباراه النهائيه وحصوله على المركز الثاني. ميكالي قال كانت مباراه كبيره جدا، سيطرنا على المباراه منذ البدايه اداء ونتيجه الى ان تم طرد لاعب من عندنا. استطعنا المواصله رغم النقص العددي، وذلك جعلنا نشعر باننا حققنا جزء كبير من هذه البطوله. هناك امور تحدث في كره القدم لا يمكن ان نتحدث عنها بشكل مباشر. مبروك للمغرب التنظيم والبطوله، ولكن احيانا التحكيم لا يكون على ما يرام. انا حزين من داخلي، كنت اخطط للمشروع بشكل معين، بثق في قدرات هذا الجيل على الصعود لمنصه التتويج، واشكر كل الجمهور المصري على المشاعر النبيله. خسرنا، ولكن الخساره بامور ليست في ايدينا، هذا يحدث في عالم الكوره، ولا يرغم من النقص العددي لعبنا بشكل جيد وسيطرنا بعض الوقت، وكنا نستحق افضل من ذلك بكثير. طب نروح لحساب اليوم السابع، محمد صلاح على راس اختيارات ميكالي في الالعاب الاولمبيه في باريس 2024. مش عارف هل ممكن ده يحصل ولا لا، ولكن كان الكلام ده اتقال برضه في اولمبياد طوكيو، وقتها ما قدرش الكابتن شوقي غريب يستعين بمحمد صلاح، نتيجه طبعا ان البطوله بتتلعب في توقيت كل الانديه الاوروبيه مديه اجازات وراحه لكل اللاعبين. ولكن بدري بدري كده اتمنى الجهاز الفني يشوف النواقص اللي موجوده في الفريق، ويشوف ممكن مين يكون اضافه للفريق في هذه البطوله، زي ما عمل الكابتن هاني رمزي في اولمبياد لندن 2012، استعان بثلاثه من الاهلي، احمد فتحي، عماد متعب، محمد ابو تريكه، والثلاثه كانوا مؤثرين جدا في تشكيله المنتخب الاولمبي اللي كان بيقوده الكابتن هاني رمزي وقتها.